سلام لكم متابعي الكرام، يا رب تكونوا بألف صحة وسلام. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم كول شال، وده شكل بسيط من أشكال الكول شال. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ده الباترون اللي أنا هرسم عليه الكول شال، وأي باترون وأنا برسمه لازم أسيب قدامه زيادة علشان مرد، وأسيب مقدار الكول يعني 10-12 سنتي، وبرضو الدار الكول والمرد. الكول شال اللي انا هرسمه النهاردة ده كول شال بسيط. اول حاجة لما اجي ارسم اي كولة او اعمل اي كول، هاجي من عند نقطة بداية الرقبة او دوران الرقبة، وهرسم طول اول زرار. يعني انا مثلا عايزة الزرار الاول يكون فوق الوسط بشوية، مفروض ان ده خط الوسط يعني او دوران الوسط، انا عايزاها فوق دوران الوسط ب10 سنتي، يعني تحت الصدر ب10 سنتي برضو. فهاجي اعلم بالمزورة بالشكل ده، مثلا هعملها 35، وادي 35 مقدار المرد هو بيكون 3 سنتي. هستخدم مسطرة طويلة، هاجي عند العلامة اللي انا اخدتها بالطريقة دي، وهاخد هثبت المسطرة بالشكل ده، وهاخد الخط بالطريقة دي لفوق. دي اول خطوة. تاني خطوة هاخد مقدار دوران الرقبة الخلفي، ده دوران الرقبة الخلفي، هاخد المقدار الموجود عندي، واحنا اتعلمنا ازاي ناخده، هلف المزورة بالطريقة دي حوالين الدوران، واللي هيطلع لي هيكون هو المقدار بتاعها. هنا طلعت لي 7.5، فهاخد 7.5 بالشكل ده، وهاخد بعدين ارتفاع الكول او عرض الكول. ارتفاع الكول في الموديل اللي احنا بنعمله ده هيكون 8 سنتي او 10 سنتي، يعني انا هعمله 8 سنتي. بعدين بعد ما اخد الخط ده هطلع بعديه 1.5 سنتي بالشكل ده، 1.5 سنتي زيادة، وهاخده هوصله بالنقطة بتاعت الكول او بداية الكول بالشكل ده. يعني انا ضفت 1.5 سنتي زيادة عن مقدار 7.5 اللي انا اخدتهم دول. وبعدين هبدأ اشكل شكل الموديل اللي عندي، وهاخده بالطريقة دي. ممكن اعمله بالمسطرة، بس لو ما عندكوش مسطرة مفيش اي مشكلة، او ممكن تعملوه بقلم رصاص وبعدين انا هعمله بقلم رصاص. هيكون بالطريقة دي، وهنقص وهنشوف هيتحط ازاي على القماش والبطانة بتاعته. طبعا انا هقص من بعد المرد. ده هيكون معايا شكل الكول شال اللي احنا شايفينه قدامنا، وهيكون بالطريقة دي.
في حاجة تانية برضو عايزة أعملها، هسيب هعمل توصية بس هيكون بسيط جدا. هنشوف هنحطه ازاي على القماش. انا كده ثبت الباترون على القماش، القماش مطبق على 2. هاجي عند التوسيع اللي انا سبته ده، هعمل الفتحات دي، هفتحها التوسيع ده هسيبه توسيع 0.5 سنتي بس، مش كتير، 0.5 سنتي فقط لا غير. دلوقتي هنشوف هنثبت ازاي البطانة عليه. البطانة المفروض ان هي تكون بمقدار 5 أو 7 سنتي من بعد دوران الرقبة، يعني هتاخد المساحة دي كلها دي بالشكل ده. علمها برضو بالقلم. ده هيكون مقدار البطانة. هجيب القماش اللي انا هحطه للبطانة، انا هعملها بلون مختلف علشان خاطر تبان شكلها في التشطيب. البطانة تكون قد الجاكيت او اي حاجة انا ببطنها تكون قديها بالظبط، ما تكونش زيادة ولا نقص. شايفين شكل البطانة من جوه بالطريقة دي؟ لو عايزة تغير من شكلها، يعني مثلا تقصيها بالطريقة دي، بس انا مش هقصها، خليها بالشكل ده. طبعا في ديل الجاكيت برضو يكونوا قد بعض علشان انا هشطبهم وهوريكم بيتشطب ازاي. هعمل البطانة بتاعت الجاكيت بتاعت دوران الخلف. وهنشوف هنشطبهم ازاي. دلوقتي هشطب الكول. اول حاجة هخيط الاتنين دول مع بعض وهعملهم مكوة، يعني افتح الخياطات. البطانة المفروض ان هي يكون فيها تكون متثبتة بفوزلين. دي البطانة المفروض تكون متثبتة بفوزلين، مش هتكون بالشكل ده. فانا اللي هخيطه ده هفتحه بالمكوة. دي البطانة برضو الاتنين مع بعض هخيطهم. الخياطة دي هفتحها بالشكل ده وهعمل لها مكوة، وبعدين اركبهم في بعض.
ده تفتيح الخياطات اللي انا عملتها، فردتهم بالشكل ده وعملتهم من مكواه. ودلوقتي هثبت الكول، هاجي من عند الخياطة هذه الخياطة، هحطهم على بعض بالشكل ده وهثبت الخيط. الخطوة اللي بعد كده هاجي عند العلامة بتاعت الكول اخرها، وهاخد بالمقص بالشكل ده لحد ما اوصل للخياطة. بالطريقة دي وبعدين هعمل الخياطة بتاعت التثبيت اللي انا بعملها كل مرة. هفرد القماش بالشكل ده. طبعا البطانة هي اللي هتبان في الكول من فوق، فالخياطة هخليها عند الجاكيت، لكن باقي الجاكيت هيتعمل من على البطانة. يعني الخياطة هتكون في بداية الجاكيت على البطانة، الخياطة بتاعت التثبيت، وبعدين هعكس اللي انا قصها دي وهعمل الخياطة في الجاكيت، لان الكول هو اللي هيبقى ظاهر. فده اللي هو هيبقى باقي الجاكيت من اسفل هخيطه بالشكل ده، لكن الكول هخيطه بالطريقة دي. شايفين المقص اللي انا عملته؟ القماشة بعكسها. بعد ما هخيط دي التانية هعكسها، خليها بالشكل ده. شايفين الخياطة جت ازاي؟ في الاول كانت من جوه، دلوقتي بقت في الجاكيت من بره. Thank you.
بقول هقلب القماشة بالشكل ده، هخليها العكس، والخياطة بتاعتي هاخدها من جوه لأن ده المفروض انه باقي الجلد. شايفين الخياطة اللي انا عملتها على الجاكيت؟ مش عارفة اذا كانت زهرة ولا لا، اللي لونها اخضر دي، دي مخليالي الكولا. لما اعملها بالشكل ده قماش الجاكيت ما يبانش منها، يعني انا لما اظبط الجاكيت بالطريقة دي، شايفين هنا ده مش باين قماش الجاكيت، فده الخياطة بتاعت التثبيت هي اللي بتجيب لي الشكل ده. هنكمل ونشوف. هاجي عند الخلف وهركب الأكتاف، المسافة دي هعملها زي فتح يعني سنتي إلا بالشكل ده. التانية برضو زيها اللي هي بين الأكتاف والهول، يعني سنتي إلا برضو. هعمل نفس الكلام في البطانة علشان لما أركب البطانة تطلع مظبوطة وسهلة برضو. وهركب الرقبة بركب الرقبة في الخلف. هجيب البطانة اللي انا عملتها وهركبها برضو في البطانة، يعني البطانات هركبهم في بعض، لكن الكول انا ركبته في الخلف. هركب الدوران بالشكل ده، والمنطقة دي هركبها في باقي البطانة. بعد ما ثبتها بالطريقة دي هخيطها. دي البطانة، على فكرة البطانة انا ركبتها في البطانة. Thank you.
ايه هعمل لهم مكوة، وبرضه هعمل المكوة في الكولا وفي الاكتف وهرجع. ايه كده انا عملت لهم المكوة وفي الاكتاف برضو. والخطوة الاخيرة في الكول اللي انا هعمله، ما هثبتهم في بعض، هجيب البطانة، دي البطانة بتاعت الخلف وده الخلف نفسه، ده الخلف ودي البطانة، وهثبتهم بالشكل ده. يعني الخياطة هتكون في اتنين بس، والاتنين التانيين هيكونوا من جوه من غير خياطة. هجيبها من اول الاكتاف، كده انا وصلت للاكتاف برضو هثبتهم في بعض. يعني دي البطانة بتاعت الكول وده الاكتاف، انا بثبتهم في بعض. هاجي في النهاية، في نهاية الجاكيت هعمل التانية بتاعته ازاي. دي البطانة هاجي قلبها بالشكل ده على الوش بالطريقة دي، وهثبتها اخيطها مقدار 2 أو 3 سنتي. طبعا هتكون معمولة سرفلة مش متسابة بالشكل ده ومتثبتة فوزلين. بالشكل ده، وهاجي عدلها تاني وهيكون ده شكلها في النهاية، ده الفينش بتاعها. طبعا التاني الجاكيت يا اما هيكون بفوزلين لزق زي اللي احنا شفناه في المرد السحري قبل كده، يا اما هيكون اسمه ايه ده، اسمه رافي، اللي هو الخيطة ما بتكونش باينة من الخارج. خلاص ده هيكون شكله. الناحية التانية برضو هعملها بنفس الشكل. هعمل مكوة للكولا واظبطها، وبعدين هنشوف هنثبت ازاي البطانة. البطانة في حل من اتنين، احنا ممكن نسيبها بالشكل ده مش هيحصل حاجة، وفي حاجة تانية احنا ممكن نثبت بيها وهي الفوزلين اللزق. بس في الاول اعمل مكوة للبطانة وللكولا واشوفها، وبعدين اثبت البطانة.
زي ما شايفين ده الكول شيل. طبعا هو لو متثبت فوزلين هيكون مشدود وهيكون افضل من كده، فانتوا طبعا هتثبتوه فوزلين مش هتسيبوه بالشكل ده. وده الفينش بتاع الجاكيت والبطانة في بعض بيكونوا بالشكل ده. كمان البطانة احنا هنثبتها ازاي؟ هنجيب الفوزلين اللزق وهنخيطه بالشكل ده، وهنحطه نحط المكو عليه. ويفضل لما نيجي نلزقه ونحط المكو عليه نجيب ورق ونحط الورق بالشكل ده ونثبته بالمكوة. ده شكله برضو. عايزة اوريكم المسافات اللي احنا السنت اللي احنا قصيناه في واحنا بنشطب، ادانا الشكل ده، شكل مظبوط وجميل وسهل في تشطيبه. خلاص ده كان شكل من اشكال الكول شيل، وهنشوفه على المانيكان هيكون شكله ايه. ده كان شكل من اشكال الكول شيل. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان الطريقه تكون سهله وان اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بسهوله.